مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج ما وراء الجدران. مشاهدينا، منذ مدة عرضنا قضية ربيعة وقضية الوالدة ديالها وأشقائها اللي حضروا في البرنامج هنا، وقالوا أن والدتهم سعت إلى تشويه سمعة بنتها ربيعة من أجل كسب واستعطاف المشاهدين للظفر بمساعدات وكذا الفوز لملا بسكن. أنا نقول لكم في كل مرة برنامجنا والقضايا اللي نعرضوهم يكون لها وقع كبير في المجتمع الجزائري، لكن هذه القضية بالذات أحدثت ضجة إعلامية كبيرة، خلتنا نطلع على كل تعقيباتكم وانتقاداتكم، وإحنا تقبلناها ولم تغضبنا رغم حدتها وقسوتها. نقول لكم أنه نزولا عند رغبة كل الكثير فيكم ألحيت وطلبت منا إعادة استضافة والدة ربيعة معنا في البرنامج باش ترد على الاتهامات التي وجهت لها من طرف أبنائها، وطلبت كذلك حضور هاد الإخوة، لكن للأسف تعذر علينا أن نجيبوهم لأنهم بكل بساطة رفضوا حضور البرنامج ومواجهة الوالدة ديالهم، لكن هذه الأخيرة أبت إلا أنها تحضر البرنامج وترد على كل ما جاء على لسانهم. راح تكون قضيتنا وسهرتنا نهار اليوم مميزة. قبلها نرحبوا بالأستاذ عبد الحفيظ كورتال، أهلا بك أستاذ. شكرا. ونرحبوا بالشيخ شمس الدين. أهلا، شكرا جزيلا. مشاهدينا، نقول لكم كذلك أنه رغم كل الانتقادات وال يعني حتى السب والشتم اللي تلاقيناه، إلا أننا دائما هنا في برنامج ما وراء الجدران لن نتوانى في كشف هذه الممارسات وهذه القضايا اللي راهي تنخر مجتمعنا، وحنا حنتناولوها بكل جرأة مع احترام حرمة المجتمع الجزائري. نرحبوا بخالتي ربيعة المرة الثانية معنا في البرنامج، مرحبا بك خالتي ربيعة. عفوا ربيعة، لأنه ربيعة هذا الاسم تكرر في أكثر من مرة وخلى كذلك كل المشاهدين يلحوا ويطلبوا أنك تحضري معنا في البرنامج. ونقول كذلك المشاهدين روحوا شوفوا هذا التقرير اللي أعدته إيمان جوادي، قدرت أنها تعد هذا التقرير باش تبين أنه أنتم اللي طلبتوا حضور خالتي فاطمة وإحنا ما قدرناش نرفضوا هذا الأمر. تفضلوا معنا. شابة مراهقة من استراليا تلاعب بها شخص عن طريق الفيسبوك غراها. فتح برنامج ما وراء الجدران في الأعداد السابقة قضية ربيعة، هذه القضية التي أحدثت ضجة كبيرة وجدلا بين كل متتبعيها. ففي المرة الأولى حالت والدة ربيعة ضيفة في البلاتو، أين عرضت قضية ابنتها وطلبت كل شخص بمساعدتها في إيجادها. إذا ربما واحد شافها ولا تعرف عليها ربما يتصل بيك ولا يتصل بالحصة باش إن شاء الله نعاونوك تلقايها. يعطيك الصحة. وفي المرة الثانية استقبل البرنامج أشقاء ربيعة الذين نفوا كل أقوال والدتهم واتهموها بتهم خطيرة. اليوم كاين مفاجأة راح تكون معنا. الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب بين مؤيد ومعارض، وكل التعليقات طلبت البرنامج بمتابعة القضية ورفع اللبس عنها. لهذا وفي هذا العدد وتحقيقا لرغبة مشاهدينا الأفاضل، سيستقبل البرنامج والدة ربيعة، وبالوثائق والأدلة ستتعرفون على كل الحقائق، فلا تفوتوا عدد هذه السهرة. إذا مشاهدينا، كما شفتوا هذه الطلبات احنا أكيد لا يمكننا أننا رفضها ونلبي لكم كل رغباتكم. حضرت معنا خالتي فاطمة، مرحبا بك، قلت لك المرة الثانية معنا في برنامج ما وراء الجدران. نقول كذلك أنه أنت حبيتي تجيبي معك عبد القادر والزرق يحضروا معنا في البرنامج، لأنه تبعات القضية الماضية نهار كي جاوب خاوتهم كان لها أثر سلبي عليكم وعلى حياتكم. خالتي ربيعة، خالتي فاطمة عفوا، بعد ما جستي معنا في الحصة واش صرا في حياتك بعد مرورك في البرنامج؟ واش كان جديد؟ جيت عندكم بالخميس لو 6 نهار الجمعه، السبت لويت اتصلت بروحت للشرطه تاع الدرك الوطني في العطاف، الدرك الوطني لما عطيتهم الفيسبوك هذاك وعطيتهم الاخر قال لي الانسان معروف، قلت لهم الا بغيتوا ربي وروني وين يسكن. توجهت ليهم صدت بنتي عند هذا الانسان وقال لي جات عندي بصح راني جايبها، قلت لها تروح معايا دروك وتفتح معايا دروك، ما تخليش بنتي هنا عندك. توجهنا لغيليزان، عطاوني مبلغ 2 ملايين وقالوا لي الا بغيتي ربي شري الفطور غدوه للرجاله اللي راح نجيبوهم. هذيك 2 ملايين تاعهم والله لا كاين الناس اللي عاونتني فوق 2 ملايين، ودرت لهم الطواجين ولقيتهم ملقى ما تامنيش. يعني انت هنا تاكدي انها كانت مخطفه؟ كانت مخطفه، كانت عنده
وهما باش يسطروا هذيك الفضيحه. لا يسطروا زعما شغل حشمو قدام الناس. تزوج بها. تزوج عرفيا. عرفيا مع قد مواد. نعم، وهو هذا الشخص اللي تزوج بها من بين ثلاثه اللي كانوا محل بحث. يهضر معاه في شهرين. في شهرين حتى لاخر مره لو 20 مارس. يعني انت يا ربيعه تزوجت بعد ما جستي انت معنا في البرنامج وليس قبل. لا لا لا، ربيعه تزوجت لو 9 والحصه تاعكم تمشي. طفيت التلفزيون والعراسه في الدار. وعلى بالهم انا خبرت بوي وكل شيء. نعم. تم في ديك الدقيقه قلت لها روح نقول لك انت بنتي انا شهر وانت تجري فيا. عمي احمد على ما جيتش قلت لي. عمي احمد على ما فتش التليفون. قلت وانا اللي نجري برا روحي. قال لي سامحيني هذا الراجل احمد ما شاء الله يا ربي باباه ما شاء الله. قال لي سامحيني. يعني هذه حاجه منيحه لانه اليوم بنتك ربيعه راهي مسطوره في بيتها مزوجه. الحمد لله. يعني هذا شيء ايجابي. الله يهنيها. الله يهنيها. جابوا البرنامج نتاعنا. وراي بالحمد والله يهنيها. والله يسلك. ان شاء الله. ولكن انت الحاجه اللي اثرت فيك بعد البرنامج هو كي جا ولادك هنا. اللي اثرت فيا ما بين سفيان وعبدقه. صح سفيان هدر هدره ضرتني الهدره تاع عبدقه ماذا بك اعطيني نعم. واه هنا انت جيتي تقولي انه كذلك لا نقطه مهمه خالتي فاطمه ناكدوها بعد مرورك في البرنامج هيبه تضامنيه الجزائريين عاونوك ساعدوك وقفوا معاك بعد ما مريتي معنا في البرنامج. انا اللي مريت معاكم في البرنامج صليت واستجب لي الله تعالى ودعوه الشيخ راهي عالميا ودعوه الاستاذ والهضره تاعك جابت لي نتيجه. جابت لي ناس من غردايا يا شيخ ما شاء الله. جابت لي ملك الملوك جاب بالمصاحف تاعه كي دخل عندي للدار وشاف الدراري وشاف ديك الحاله العائليه. نعم. والله لو لا يبكي. قولي جابت رجل صالح لان ربي ملك ربي الملوك هو الله جل جلاله. قال لي والله والله غير ندير لك مبلغ كل لو 23 لو 23 توجهي للبنكه. تحيه لاهل غردايا ما شاء الله. والشيء من معدنه لا يستغاب. عطاني مبلغ عطاه للصغار مليون قال لي الا بغيتي ربي كسي بهم. وكي شافني مسكين ديك الدار وديك الحاله قال لي خليها على ربي. بصح منين جازوا ولادي للحصه وقال لكم بلي ما راحت لاسبانيا ومن مكه لاسبانيا وخسرت 345 مليون حتى عندي كوشه يعطيني كسره حبسها عليا. يعني هما بسببهم كذبوا عليا. كذبوا عليك. كذبوا عليا وخلاوك انك مازالك تصارعي في هذاك الفقر وتطلبي وتخدمي في محطات الحافلات. يا ما نخدم صايي راهم يشوفوا في اسبانيا. شوفوا في اسبانيا 600 مليون. يعني احنا عندنا جواز سفر ديالك. قدميه. جبتي انه رحتي فقط لعمره. مكه. نعم. وداتني اخت محسنه اللي شرات لي الدار. ونهار اللي شرات لي الدار تهجبت لك ربي. نعم. كتبيها لي على سفيان يتيم وبوي وميت. ما كانش ما رحتيش لاسبانيا والله ما نعرفها ما رحتيش المغرب ما نعرفهاش. نعم قدمي لي يعني هاي قدميها لهم هاي عمره هاي عمره ان شاء الله ربي يقبل. ويمكن لاي واحد يطالع على جواز السفر تاعك ما فيهش اسبانيا وما فيهش المغرب. وري لهم ورقه بورقه. نعم حنوري ورقه بورقه الحاجه لعل اولادك كذبوا عليهم. ايه. الناس اللي يحبوا يفرقوا بيناتكم اوكي الحسادين على ولادك كذبوا عليهم قالوا يماكم راحت اسبانيا ويماكم راحت اوروبا. لكن قالوا انا يعرفوني كاع لاي في الدار الشيخ يعرفوني نروح نطلب ونجيب لهم ياكلوا. واه هذاك عبد القا انا درت له الباراسيون وراي عندي مدير جمعيه من بالعباس كي رحت قلت له جبت لك ربي ما تعطوني دراهم ما والو. ولدي عبد القا عنده تشيمال في المصران. عبد القا هذا عبد القا لا هذاك اللي جا عندك. اه نعم خلاص. قال لي انا نتقبل داروا له عمليه وجبت ولدي للدار وبعد هذاك عبد القا عندي للدار وما يبغيش دوك البنيات. نعم. ولكن تسمحي لي فقط علاش ما تطلبيش من زوجك الاب تاع الابناء هذو انه يدفع لهم النفقه تاعهم؟ نعم. علاش ما تطلبيش؟ اسمح لي طلبته عده مرات ودخل للسجن على النفقه دخل عامين وعلى النفقه دخل عام والله ما ندي دوره ما يعطينيش. ولكن هو في المكالمه الهاتفيه قال بلي يدفع لك النفقه وكاين الحوالات كاين كل شيء. اسمح لي قال لكم بلي ندفع النفقه على السي سي بي. هاني جبت لكم. نعم. البوردورو تاع عام. نعم. جبت لكم البوردورو تاع عام الى عندي دورو ابار 540 يقولوا لي هنا الله ينعلك عليك. نعم. هاك شيخ وريها لهم. نعم. بلي ما يعطينيش وري لهم. نعم. جبت لكم تاع عام من 2006 حتى 2017. ولكن ما يدفعش النفقه وراهو حر يعني وش من محكمه انت ترفع عليه غليزان. نعم. في غليزان. واه وداك هو راه في حاله افرار عنده الامر بالقبض. نعم. تاع مونساج.
قاول لونسياش انا ما يعطيش تاج ديك الكسره ناكلها بويا خويا. ولكن وعلاش ولادك يعني سفيان وعبد القادر وحتى باباهم وخلي نقولوا حتى ربيعه لاني نتحفظ ماشي ربيعه هذيك المكالمه جاوا على كلمه واحده ضدك؟ يبغي هو متفق هو وياهم، هو صحاب لي ولادي باه يجوا ضدي انا صحابهم صحابهم بزاف، ماشي يبغوهم محبه، يبغوه دراهم باه يعطيهم. نعم. ونهار اللي ما يعطوش الدراهم والله ما يدخل الدار. واه الحاج لك تسمع فيا، دير الخايف يا عبد القا، دير الخايف سميه ازماتيك. عندها مكالمه 3 ايام ولا 4 ايام راهي عندنا، قالت له بابا الا بغيت ربي تجيب لي غير بلي غابه نفوت بها السيزيام. قال لها حيت بعد، قال لها هذا وعلاه بابا رانا جياع؟ انت اللي هدرت في التلفزيون؟ قال لهم انا ما هدرت ما شت. الحاجة جاوبيني، قلتي لنا باللي في الوقت اللي كانت الحصة تجوز في التلفزيون واه الطفلة كانت تعبس. واه يعني حقيقة هذه، خاطر خاوتها ولادك قالوا نفس الكلام يعني. نيشان واه يعني كانت الشريط تاعهم يفوت بصعاب في علم. اسمح لي الشيخ، الشيخ أحمد عنده الخبر، الزوج تاعها عنده الخبر، مرت بابا كاع عندهم الخبر، قبلنا نجي من عندهم صالحتهم وكلش. وجاو معايا وعطاوني مبلغ 2 ملايين وراهم يسمعوا فيا واتصلوا بالاب تاعو. يعني للامانه هما قالوا باللي انت بعتي مسكن. والله ما عندي مسكن. هما قالوا قطعه ارض يعني. قطعه ارض واه. بمبلغ 2 ارض في 96 اعطاها لي رئيس البلديه وقال لي راني عطيتك سكنه، نهار اللي رفدني بيا بغريوينات نسيب روحي في وسط الواد الروحي. رجعت عند رئيس البلديه وراه يسمح فيا، رجعت عند رئيس البلديه قلت له ولدي هاك واعطيك اعطيني دراهمي برك. داني للنوتير دار لي هيبه مقابل 3 ملايين راهي عندي في الوثائق ونجيب لك تشوفهم، هيبه مقابل 3 ملايين اعطاني ديك 3 ملايين وهو دار. ولكن اسمحي لي في الشيخ توافقني الراي انه هذه الوقائع هذه كلها واش وقع والجزئيات هذه وهذه الحكايات احنا ما تهمناش، احنا اللي يهمنا واش يخلي الام ولا الاب مع الابناء تاعهم يوصلوا لهذا الحال، هذا هو الشيء اللي يهمنا. يعني انا روايه الاختطاف ما دخلتش راسي. لا ماشي اختطاف لا. لانك انت لا. قلت اختطاف انا من المره الاولى ما دخلتش راسي حتى حتى هذه المره لما قلت راح تبحث عليها اختطاف انا هذه ايضا ما دخلتش راسي. ماشي اختطاف قال لي جيت وديتها من مستغالي. اذا وكانت على عين هي متفقه معاه. وانا متفقه معاه وين البوردور يهدر ماشي انا. لكن الشيء اللي ما نفهموش انا واللي ربما المشاهدين ايضا يوافقوني الراي انه هذا الابناء اللي ما عندهمش ذنب يعني في بلد يفترض انه ما نقولوش يفترض انه يقدم مساعده ولكن يفترض انه يقدم بعض الحمايه للاطفال. يعني الاب تاعهم حي موجود يعني وراكي تقولي انسان مادي لاباس به ما خاصو نجي عند ربي. ولكن تشوفوا معايا هذا الوضع يعني السؤال المطروح هو هل كاين سلطات حقيقه يعني هل كاين سلطات تتحرك بمجرد انها تشوف وضع كما هذا المسؤول اللي هو الاب موجود المصالح اللي تشتغل في هذا المجال موجوده ولكن اين الخلل وراح المشكل باش نوصل لهذا الحال؟ اين العقاب لانه ما يدفعش النفقه وما كان حتى حاجه اللي تعاقبه؟ وشكون هي الجهه المسؤوله الان؟ هذا ما فهمتش السؤال المطروح مصالح الامن ولا مصالح رعايه الطفوله او مصالح الحمايه الاجتماعيه او القضاء وشكون المسؤول باش يوصلوا هذ الاولاد والاب تاعهم ممكن يسكن على بعد امتار وانت راكي تقولي باللي الاب تاعهم راهو يجي عندهم يتلاقى بهم. يجي يزور ويروح هو ما هو شوفك هو كيجي يجي كي راكم غايه لاباس شخصكم ويروح يقول شخصكم واه شخصكم ولما تقولوا له شخصكم واه خاصنا الكسوه خاصنا هذيك دوك نجي يروح ما تشوفهاش كاع. نعم سمحي لي خالتي فاطمه نقاطعك، معنا شيخ بنتك ربيعه. سيدي الو الو مساء الخير سيدي. الحمد لله بخير، معك برنامج ما وراء الجدران. رانا اليوم مع الحاجه فاطمه نسيبتك يمات ربيعه. حبينا فقط قلنا كيفاش راهي ربيعه، راهي تقول انه مزوجه عرفيا بوليدك وانه كانت هربانه مع وليدك هذا وبعد ما اكتشفوا ذلك استرها وتزوجها. وهي يعني راهي تشكر فيك وتقول انه انتم ما شاء الله ناس لاباس بكم يعني وانه استرتوا هذه الفضيحه وتزوج بنتها ربيعه واليوم راهي حامل ربيعه. نعم تاكد لنا هذا الشيء. ايه تفضل. ما عندي كما عندي قرايه وري هي عندي عندها عندها ولا ما عند رجلها والله والله ما على بالي انا خطيني في المشاكل. يعني كيفاش حتى تزوجتهم؟ والله ماني فاهم هذيك مليح في العاده يعني. يعني نعاود لك السؤال مرة أخرى، يعني كيفاش حتى عاود السؤال خلينا نعم كيفاش حتى ربيعة وليدك أحمد
علاء علاء تزوجوا؟ ايه وليدي علاء ايه. كيفاش يعني حتى جمعتوا ما بيناتهم؟ انا اختبتها اختبتها وتحاولي وريك بالدار وخلاص هذا كذا عندنا كذا الجماعة. يعني كانت ربيعة معاه في العطاف؟ الله ما يسمع لك احد اسم الله ما يسمع فيه. نعم اذا بسبب رداءة المكالمة مثل ما راهو يقول هو احنا نسمعوا فيك مليح. نشكرك على التدخل ديالك حتى ولو انه راهو اكد انه تزوجوا كانوا في العطاف وبعدها جمعوا ما بيناتهم. شكرا لك سيدي. اذا سمحتي لي حبيت ندير تعليق فقط. الحاجه اليوم الحمد لله ربيعه متزوجه وعندها عجوزتها كما قلتي الحمد لله وعندها شيخها وعندها راجلها وهي حامل الحمد لله ان شاء الله ربي يسلكها. الله يهنيها. خلاص هذا موضوع ننتهي منه. لا انتهينا منه. علاه دوك نقعدوا ما جيتي لي بمشكل ربيعه. خلاص جيتي بمشكل وكي قلتي لي بلي ربيعه عرست وانت حضرتي العرس تاعها وكنت اكي راضيه بهذا الزوج ولا ماشي راضيه في النهايه ربيعه تزوجت وعرست وهكذا هكذا يا امي انت يا جزتي في الحصه نتاعنا تعاطف معك الشعب الجزائري وبزاف ناس عاونوك منهم الرجل الصالح تاع غردايا. خليني نكمل. ثم لما جا ولادك قالوا بلي يمانا رحت اسبانيا وصرفت 350 مليون الناس اللي كانوا يعاونوك ولاو ما يعاونوك فاكي ضعتي ضحت. حتى الكوشه اللي كان يعطيك اربع خبزات في اليوم يوميا ولا ما يعطيكش. هذا هو المفيد. انا اريد من الناس اللي كانوا يعاونوك يعرفوا بلي انك لازلت امراه فقيره وانك محتاجه وراكي مسؤوله على خمسه من الاطفال كلهم صغار وان زوجك لا يدفع النفقه. هذا اللي يحبس لك الخبز وهذاك اللي يحبس لك الاعانه كانوا على حق لان فهموا كما قال اولادك كما قال اولادك بلي رحتي لاسبانيا وقد تبين الان بانك انت ما رحتيش لاسبانيا. ما رحتش. هكذا هذا هو المفيد. انت راكي حابه الناس اليوم يعرفوا الحقيقه. الحقيقه هو جبت على حقيقه. احنا ما نقولوش ولادك كذبوا عليك بالك غلطوهم بالك طولوا معلومات خاطئه الله اعلم لكن الفائده اليوم ان هذه المراه خاطئه الله اعلم لكن الفائده اليوم ان هذه المراه يا اهل مستغانم لا زالت بحاجه الى مساعده. نعم. هاو قدامنا وليدها رزق هاو عبد القادر. أنا حب حاجة هو عبد القادر هو هيا عندي انت نعم الشيخ قبل هذا حبيت فقط نقول له الحاجة أنه تفضل عند الشيخ أنه عبد القادر والزرق أم يدفعوا ثمن كبير لأنه بعد الحصة ضربوهم. شوف أنا حب الناس يشوفوا هذه نعم هذه وعنده الداخل لا هادو ضربوه على ضربوه عبد القادر ضربوه خاطش قالوا له أنت يماك رحت لإسبانيا كيف تطلب المساعدة. نعم. يعني الظلم ظلمات يوم القيامة. كيف عبد القادر يتضرب على جال المعلومة الخاطئة بلي يماه صرفت 350 مليون وراحت اسبانيا وهي مع اسبانيا. انا شفنا جواز سفر تاعها. يا خويا خلي المعلومة خاطئة ولا صحيحة علاه تضربه؟ راك مضروب الداخل. وري له عبد القادر. لا يوري لا تكشف نفسك. قال لك لو كان نوري لكم الداخل شيء لا يتصور كيف ضربوه باش بحديده ولا مطرق ولا بالمطرق اهدى بالمطرق واش ضربك كبير علاه ضربك واش قال لك؟ قال لي راحت اسبانيا وعندها 65 مليون. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني حتى لزرق حالته الشيخ يعني تشف ولزرق يعني تصوروا يعني نهار جاوا عندنا بصراحة نهار جاوا عندنا أحد المحسنين هنا في هذه الحصة أعطالو باش يشري الصباط. قولي لي علاه ما شراش الصباط باش نسمع. خلصنا به من الركبة. وحنا أطفالنا كناش حابين يبانوا معنا في التلفزيون. ولكن لازم لكن يماهم أصرت لأنهم راهم يعانيو للزرق وعبد القادر وخوتهم سمية. سمية غي تعاني. نعم. كيف أمك تروح لإسبانيا وعندها دراهم وأنت تمشي مقطعة ومشي كيما. لا يقراو خالتي فاطمة. لا يقراو. أم يقراو. لا شوف المدير ما شاء الله. نكمل ندير ندائي لأهل غردايا المحسنين وأنا عابلي ما يولوش اللور وكل الشعب الجزائري. ها هم قدامكم هاو رزق هاو عبد القادر هاي خوتهم خمسة أطفال من الفقراء بل إني أقول لكم يماهم قالت لنا قبل الحصة راني مستعدة نمدهم إذا صرت لي يوقف بهم. واه. يعني باش ما تبلغ بها الأمر تمد الكبدة نتاعها هذا دليل اللي راهي مضرورة. أنت امرأة في حاجة إلى مساعدة. أول حاجة زوجها هذا يا المشاهدين أنا نقول لك المشاهدين صدقوك لما تحدثت عن فقرك. واه.
ولكن ما تحدث عن الروايه تاع اختطاف تاع بنتك واحد ما صدقك لانك لم تكوني صادقه. حكيتي اشياء واخفيتي الكثير من الاشياء. اشياء واه فقرك كل الناس في اشياء طبعا كان باين ما كناش ننتظروا انت لك كل كان محامي الدفاع ما شاء الله علاه قال لي خفيتي اشياء ما عطيتش خرج كل شيء قدام الناس ما طقتش لا اله الا الله لا اله الا الله. واليوم نقول نطلب من ربي ودعوة الشيخ هذه الطفلة راهي من زوجة الله يهنيها والله يسعدها في دويرتها إن شاء الله. الله يسعد هذه البنية في دويرتها والله يخليها في دويرتها. نطلب من المحسنين وخاوتي اللي خارج الوطن وداخل الوطن إلى يثقوا بهذه الغرايين المساكين ويدوهم ويقروهم ويعرفوا روحهم يرقدوا في منزل نقي وفي فراش نقي. أنا مستعدة نسنيكم بيدي العشر. أول حاجة نديروا نداء لوالي ولاية مستغانم وهو رجل صالح يعطي لها سكن تستر فيه نفسها ما تريدش تاكل بيد زبل. ونشكروا كذلك مدير المدرسة اللي ما زال فاتح أبوابه. زاد بلا ما شاء الله يا ربي. عم يقرا. عم يقرا. لزرق تقرا جاوبني. راك تقرا. وش هو خاصك أنت لزرق؟ وش علاه راك تبكي؟ وش بيك؟ اهدر أم الشعب يسمع فيك. ما نخرج عايلون يبقى يقولون كل عام دينا كانوا يعيطونا طلابا كل عام دينا تركوا يعيطونا اسبانيا يعيطونكم اسبانيا على جل معلومه خاطئه ابلي يماكم راحت اسبانيا ويماكم ما راحتش راحتش لا حول ولا قوه الا بالله. الصوره المعبره لهذ الاطفال لم يبكوا والحاجه هذا اللي ضرب عبد القادر وين راهو مطلوق هل هذا في استاذي هذا في الغابه ولا ما كاش عداله في هذه البلاد؟ لا ولكن الشيخيه يعني في كل مره نسالوها نقول لها تقدمي شكوى تقول لك انا ما نقدم شكوى. ما طيقش ما طيقش انا قانون الغابه خايف على اولادها. المشكله خاف لو كان نشكيك ما يصير لاولادي. خاف ما نشكيش معليش نحمدها ونشكيش. لا ولكن قولي الان قولي بانه في منطقه معينه في مستغانم معروفه في منطقه معينه مستغانم معروفه لا ريجيستات معروفه اذا فيه تقصير قوليه امام العالم معروفه يعرفوها الشرطه يعرفوها وشنو معروفه لا ريجيستات ماشي تابعه الدولة الجزائريه تابعه الدولة الجزائريه يعني ولكن شكون اللي فرض السيطره تاعو لتم ما تعيش فيها وحده كيما انا فقيره لو كان نهدر ونقول على ضربت ولدي هذاك اللي ما تقعدش لو كان نروح نشكي ونقدم شكوى لوكيل الجمهوريه عاد اما راسك اللي كانت تقعد في ديك الدار والله ما تقعدها. نعم انتم منين تاكلوا منين تجيبوا الماكله القوت نتاعكم منين تجيبوه لزهر؟ اهدى لزهر قول من يعني اين؟ مزبله من المزبله. يعني هاد التصريحات وهاد الصور المؤلمه والمؤثره ترد على كل واحد يشكك في مصداقية برنامجنا ويقول أنه هدفه التشهير وهدفه الشهرة وكل شيء. إحنا هدفنا باين وواضح إيصال رسالة ومساعدة كل مهموم وكل حيران لا أكثر ولا أقل. عبد القادر أنت من أين تأكل؟ مزبل. من المزبلة صح توثق هذه المعلومة؟ والله أنا أكل مزبل والله أنا كنت نروح لقطعة معاهم ما كنت نروح لقطعة معاهم. لا أنا حاب نسأل أنا هذ المسؤولين الجزائريين اللي راهم أصرفوا الملايين ومليارة على المهرجانات وعلى أشياء ما عندها حتى معنى مازال كاين أطفال ياكلوا بعد 50 سنة استقلال في بلد البترول والغاز والطاقة الشمسية من المزابل من المزابل حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الناس اللي مستعد يضرب أطفال يضربهم على جل مشكلة يماهم مع أولادها كيف يعني كيف بأي منطق يضرب الأطفال في هذا البلد؟ كما قال الأستاذ مقبل سؤال مهم وإحنا ما حبسناش عنده حب يقول باللغة اللي نقولها أنايا من يحمي الأطفال في هذا البلد؟ يعني الآن وين يتجهوا كما قال وين يروحوا هاد الأطفال الذين يضربون بسبب مشاكل عائلية وين يروح؟ يروحوا البرلمان يروحوا وين؟ الحكومة يروحوا للوالي للدايرة يروحوا للقضاء وهذا الأم هذه يروحوا للمزابل يروحوا للمزابل للمزابل حسبنا الله ونعم الوكيل. حوس هاد الدراري يطلعوا بالقرايه ما يطلعوش بد الصوالح يا ربي يا ربي حتى وليداتي مساكين ينبلعوا من الغبينه. وعليها تختمي خالتي فاطمه وحنا نشكرك لانه جيتينا مره ثانيه وثقتي فينا. واثق فيكم نبغيكم هذه الحصه نبغيها من ربي. ما حنا نبغيوك والله لا نبغيها فعلا موالفه معاكم. تفضلي نداءك ولا كلمتك الاخيره. كلمتي الاخيره نوجه النداء تاعي لخاوتي المحسنين واهل مستغانم اللي كنتوا تحنوا فيا وكنتوا رافدين لي هذا الدراري هذه اشعه كاذبه وداروني رحت لاسبانيا وعندي الدراهم امام ربي انا كرمني ربي بيت الله وصلته والحمد لله يا ربي. بصح الا بغيتوا ربي كاكاو الغريوينات اللي يبغي يدي وليداتي ويقريهم ويخليهم يرقدوا في بيت نقي
انا نستعد نعطيهم وليداتي. النداء نتاعي للمحسنين وقدامي لزق، هاهو ابسط حاجه لزق لازم يلبس، يلبس مليح وعبد القادر ملابس جميله. انا على ابواب شهر رمضان، ما نزيدوش نسمعوا لزق وعبد القادر يروحوا الى المزابل. لزق وعبد القادر مكانهم في المساجد والمدارس والتكوين المهني والمطالعه والقراءه والعلم. ديروا رياضه ولا ما ديروش؟ لعبوا بوطا. واش راك دير؟ شكون اللي نصحك تروح تسجل في الرياضه؟ هيا قول قول باش يسمعوا. مالا انت راجل ونستعرض بك، ديك نهار جا نصحته قلت له روح دير رياضه. انا عارف المسجد يصلي. وراك مسجل درت رياضه. واه. وراك تروح للجامع. واه. الحمد لله. سي عبد القادر راك مسجل تاك سمين تبان ماكش قاعد دير رياضه انت. مسجل انت في رياضه. عبد القادر حنين غير يبكي مسكين. غايبة التهمه بدون دليل. خلاص هو بان باللي بريء. اسمعوا يا اهل مسغانم، عبد القادر بريء. خاطيه عبد القادر، عبد القادر راجل يروح للمزباله، على بالكم اللي يروح للمزباله واش معناتها؟ ما يسرقش. ها هو جيعان. قلنا كلمه شي كلمه اخيره، قلنا كلمه اخيره بها نختموا هذا الجزء الاول من برنامجنا. تفضل هاي الكاميرا. هذا مع ناس مسغانم. النداء نتاعنا المرة القادمة يجينا الأزرق وعبد القادر كوستيم كرافاتة سيرفاتمو حاجة ماركة إن شاء الله. إن شاء الله. وهذا المحسن تاع غردية يجي باش يخرجك من المكة اللي راكي فيه ويزيد يدلك شهرية وتتهناي وداعا للمزابل. إن شاء الله. في بلد البترول والغاز أطفال يأكلون من المزابل. يعني يا ريت مسؤولية الطفولة يكونوا يتفرجوا في يشوفوا في برنامج باش يشوفوا الإنجازات ربما اللي ليحقوها ولا الانجازات اللي تنتظر فيهم. بالمناسبه يعني اذا تحدثتي على البرنامج قولي بان البرنامج اختار صف البسطاء، البرنامج يعيش بين البسطاء، يعني ما كانش رسميات، ما كانش رسميين، كاين البسطاء نحن بينهم نحاورهم نتصل بهم نبحث عن حلول المشاكل، ان تمكنا من حل شيء جميل وان عجزنا فذلك من طبيعه الحياه. شكرا لك استاذ. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا اني خايف من الدموع تاع هذا الاطفال، والله راهي مخوفتني هذه الدموع، لاني يعني عبلي لعل يهتز لها عرش الرحمن. شكرا شيخ مره اخرى، نشكرك خالتي. الحمد لله. مشاهدينا بقضيه خالتي فاطمه نقول لكم ان انتقاداتكم تقبلوها في كل مره وبها اللي نقدروا نتقدموا ونواصلوا. نقول لكم كذلك انه هدفنا نبيل وهو يعني غرس قيم ومبادئ ساميه في المجتمع الجزائري. إذا مشاهدينا بعد هذا الفاصل متواصلين معكم. مشاهدينا في الجزء الثاني من برنامجنا حين نعالجوا قضية خالتي فاطمة اللي جات من القلمة. خالتي فاطمة لوستها حجرت عليها من أجل الحصول على منحة زوجها اللي متوفي والمقدرة ب 5 ملايين و 500. خالتي فاطمة نرحبوا معك في البرنامج. ما يخدموش. ما يخدموش بالجارانتي، راه معايا وراهم يبكيو وراه يتهدد فيهم بالرجالة. ولوستك هذه حجرت عليك؟ حجرت عليا. بنت لوستك؟ بنت لوستي. باش تدي لك هاد لابونسيون تاع زوجتك المتوفي؟ دات لي لابونسيون تاع ولدي، حبت تدي لي الدار. نبداو معاك من 2012 حتى اليوم، نبداو القضية من 2012. تفضلي. راني محبورة. راني محبورة، أنا نقول هذا حقي وفي الكونت تاعي، وعندي ولادي تاما وراجلي كي مات هنا على ركبتي. ما وصانيش عليك، وصى على ولادو. شحال عندهم اللي توفى؟ عنده 10 سنين، هي داتها في 2012. 2012. اي كنت نخل سنه في شهرياتي، لبس عليا ماد قلب ودم، لم زعما باه راح ندير لهم غير كيوسك كل يوم يقعد واحد فيه. ما دات كلش، دات لي تيعي تا ولدي. انت عندك خمس ولاد؟ خمس ولاد، دات لي تيعي زوز مزوجين، ما كيما نقولوا ما نخسر عليهم ما ندور بهم ما يدو. بصح ثلاثه هادم راهم ما يخدموش وراهم معايا وراني انا اللي نصرف. على بونسيون؟ شحال المنحة هذه؟ دراهم اللي تديهم لكل شهر؟ 5 ملايين و 500، ودات تاع الطفل جاتو 60 مليون، داتها ما شفتهاش خلاص. تاع وليدك المريض؟ تاع ولدي. هي دايرة عليه الحجر، حتى هو داير عليه. دايرة عليا، دايرة قال لك هذه المينيستير، يقولوا لي دايرة عليك الحجز والحجر وعلى ولدك، ثلاثة. ولدك المريض هذا؟ إيه، هلا لهدات له كلش، وكي هنا في وزارة العدل.
قال لي المراه اللي ما فهمتش باش تبغي عندك اللي ندير عليك ثلاثه صح. استاذ هنا عندها الصفه باش دير عليها الحجر؟ طبعا قانون الاسره واضح جدا في قضايا الحجر، يعني كل الاقارب عندهم الحق لما يشوفوا احد افراد العائله تاعهم يعاني من مشاكل ذهنيه وعقليه ما يقدرش يتصرف تصرفات الانسان العادي، انهم يقوموا بعمليه الحجر عن طريق امر او عن طريق دعوه قضائيه، ولكن في غالب الاحيان يعني القاضي يستعين بطبيب خبراء، طبيب خبير اللي يشوف هل حقيقه هذا الانسان يقدر يتصرف بنفسه ولا لازمه انسان واحد اخر يتصرف في مكانه. هذه الحالة انا عندي 5 دراري احنا الان دخلها هي احنا الان لا هي من الاقارب، قلنا القانون وش يقول؟ ماشي قريبتي. القريب هو كل ما له صفه قرابه بالعائله، هذا في تعريف القانون. ولادي كي نشوف روحي انا مريضه وهيك عندي 2 كناين ملاح وعندي ولادي 5، عندي ولدي صالح وطيب من درك هيك الشفع وكلي عليها ربي كي يلقاني نبكي. الحاجه خليني نقول كلمه في هذا الموضوع، أن الحجر لا يتم شرعا إلا على يد القاضي العدل، ولازم الإنسان يكون مصاب يعني مريض عقليا مجنون. احنا راي أمامنا عجوزة لا بأس بها، عاقلة ما خصها والو، حتى الشهادة الطبية راهي تقول أشهد أنا الموقعة أدناه بأن المذكورة أعلاه معروفة بعيادة الخاصة ولا تعاني من أي مظاهر من أي مرض ظاهر عياديا، لها سن عقلي كافي وذكاء عادي. الطبيبة تشهد بأن هذه العجوزة سليمة ما بها والو. ولكن الشيخ المشكلة أنه ما فيش لا احنا المشكلة أنه ما عندناش حكم الحجر أمامنا الآن. الله يحفظك. أستنى دقيقة أستاذي وعلق علي. ثم الحجة واسمك فاطمة، خالتي فاطمة، أنا حاب ننبه هذا المرأة الظالمة لما نحجر على انسان، اسمعني مليحه، يعني حجرت على بابا ولا جدي ولا يما، نحجر عليه بس عاد هذوك دراهم صرفهم عليه، ماشي نحجر عليه باش ناكلوا دراهمه، هذه ناكلوا دراهمه ما كاش في القانون والشريعه، يعني عندنا مجنون في الدار، الدوله دارت له منحه، احنا دايرين حجر عليه، بمعنى هذيك المنحه نشدوها ونصرفوها على الدواء تاعو، على ماكلته، على لبسته، على هذه يداك تقولي دات دراهم ليها، وانت قاعده ولادك ضايعين للجوع. شوفوا راني نطلب من ولادي السيوده تبعثوا لي شي يشوف الدار، راني في افئه تقطر عليا منبهه مع الجاره. يا يما اسمحي لي، هذا ليس حجرا. اذا نحجروا على انسان باش ناكلوا له دراهمه، هذا ماهوش هو الحجر. الحجر بمعنى الوكيل الولي اللي قايم على هذاك المريض يصرف امواله عليه. ولكن تسمح لي شيخ، تسمح لي فقط، انت شكون اللي قال لك باللي كاين حجر؟ كاين حجر، وزاره العدل قالوا لي كاين الحجر. الشرع قدمته نقدم، قلت لي الزوجه كي تجبدي في الدراهم، هل تدي في الملح؟ الملح تراجع. انت ما كي تدي والو دراهم؟ لا ندي تاع المجاهدين. وهي واش راهي تدي؟ تدي تاع المجاهدين كنت ندي 1700، بعدها وليت ندي 2 ملايين و300. انا نحب نقول ندي 2 ولا 3 ولا 10، هي واش دخلها؟ المشكلة اسمحي لي فقط باش نتبعوا معك، المشكلة وين راهي؟ واش راهي تدي؟ يعني تدي 5 ملايين كانت تدي تجبد، ومن بعد قفلتها لها، حبستها لها، عاد نجي لهنا نقول له الكونت تاعي، كيفاه تعطيها؟ هاي كونت وروح للمدير تاع السيارة. كانت تجبد من الحساب نتاعك. هي وراجلها في البوسطة، راجلها هو اللي ما خلاش، قاوه في الرولوفية هذاك تاع الدزاير. هيا قال لي مدير السيانير الحاجه. انت الان شكون يصدقك بلي كاين صح حجه؟ جاوبين عليها. لا كاين الحجر، كاين الزوجه. اوكي شوفي، اوكي ارسلتي رئاسه الجمهوريه هذه. لا استاذ اعطيني. ورئاسه الجمهوريه قالوا لك روحي للجهات القضائيه. ايه قالوا لي كاين حجر في. ولكن اللي يحجر ياخذ كل شيء. ايه لازم نحيوا الحجر. ياخذ كل شيء اللي يحجر، انت هي دارت حجر ماهيش تاخذ كل المبلغ. قاعدة تسرق تجبد بالطرف. هذا كلام غلط. كيف تجبد؟ هذا كلام فهمني. غلط. ما لازمش تفهمي انت القانون كما تحبي انت. هذه دارت اجراء قضائي ولا اجراء قانوني في المحكمة. انت عندك الحق، لأنه حتى إذا كان الحجر عليك، أنا الآن مازال ما فهمتش. كاين الحجر. إذا كان الحجر عليك في القانون، قانون الأسرة واضح، يعني المواد من 101 حتى 108، حتى الإنسان المحجور عليه عنده الحق أنه يروح يرفع الحجر. يدير دعوة باش يرفع الحجر. ولكن أستاذ بما أنه هنا ما كانش ربما ولكن ما كانش حجر. أنا الشيء اللي نعرفه أن الإنسان يحجر على إنسان ياخذ له كل شيء. هي تقول كلام ماهيش تاخذ كل شيء. وياك فاش تجبد غير في المنحة؟
اساليها هي لانه هذا مش حجر. والسكن يجينا تدي لك السكن. هي كيفاش راهي تقدر تدي لك في الدراهم هذو الخمس ملايين؟ تسرق تسرق رجلها في البوسطه عندها الشاك. هي بالشاك ديالي. ما سنيت لها حتى ورقه. ما سنيت لها الا كان هي قاعده تقول هي سنيت لي. جيبي لي قدام من؟ انا ما نعرفش نقرا. الحاجه الله يرضى عليك، روحتي للمحكمه. هاي اللي كاينه هنا الحاجه. حكيتي. واش حكمت لك المحكمة؟ المحكمة تقول الجوجة تقول لك جيبي الحجر باه نحكم لك. درت هذا وانت وعلاه ما جبتيش الحجر؟ أما يعطوليش درت بطوني هذا عيطوا له دوك يقول لك. الحكم بعدم الاختصاص هنا. هنا حكموا لها بعدم الاختصاص. والله شوفي سيدتي أنا كاين الحجر مدرقات ويعرى ويعرى صعيبا. لا 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 تقولي هذا الكلام يا أمي، ما دام ما كاش حكم الحجر ما كاش محجور عليه. لا محجور عليه. أنا عدم الاختصاص. لا اسمحي لي عائشة. الآن الواضح الشيء اللي باين، هل هي راك تدي المبلغ كامل؟ كل شهر ترفد لك الدراهم كلهم؟ تسرق تسرق من راس العين. هي تخرج دراهم بالشك. بالشك تاعي. استاذي يا شيخ هي تسمحي لي انت يا مره تحكينا على حجر مره تقولنا هي تسرق ايه ما تقوليش هيه لانه كل حاجه نسميها باسماوتها ما لازمش نوصلوا نتهموا كل الناس هكذا برك يعني ما نرضاو على نفوسنا ما نرضاو على غيرنا انا لا ادافع على اي جهه ما ندافع حتى على شخص ولكن كي نكونوا نهضروا نقولوا كلام منطقي يقبلوا العقل فهمينا هل حجر ولا سرقه دايره الحجر وتسرق هي وراجلها جبدوها من عندك الرولوبي من عندك الرولوبي شكون خبرك بلي كاين حجر؟ خبرني شكون خبرك الحجر؟ خبروني جدرنيه تاع الروشيرش عيطولك ايه في قلمة عيطولك واش قالوا لك الجدرنيه؟ قالوا لي بلي راهي جابده صوارد سارقه بها براجلها اللي في البوسطه وزوز اخرين قالوا لي راهي سارقه ولماذا لا يعتقلونها اذا؟ عقبوا كل شلوكي الدوله اعطوني غير النمر والقضيه الان عند وكيل الدوله عند وكيل الدوله كل هاك الديادة جبد عند وكيل الدوله مالا استعجلتي الامر انت وعلاش استعجلتي؟ يصب يا وكيل الجمهوريه ينصفك ان شاء الله يما دار لي حتى شيء شحال تسحب لك كل شهر؟ شحال تخرج لك كل شهر؟ هاي 500 استاذ وكاين لنا لي غوسول حاولوا لبي انت علاش ما قدرتيش تجيبي الحجر؟ ما يعطيوهوليش ما تحبش هي تقول لهم لا ما تمدوا قالت لهم درتو ديتو خلاص درت الحجر ديتو خلاص الشهريه حكموا لي ديتها خلاص ما تقدرش تتمكن من اذا كان حجر ما نقدرش نقولوا سرقه اكيد واذا كانت سرقه ما نقدرش نقولوا حجر ولكن هنا واحد من الاثنين اذا كاين حجر هذاك الحكم تاع الحجر عنده الحق تروح به وتروح تخرج الاموال لانه عنده حق ولكن كما قال لك تصرف عليك هذاك اذا كان الحجر يا ما تجينيش حنا وهبت من اللي كان خالها اذا كان اختلاسات في البريد تكون بتواطؤ تاع اشخاص هنا قضيه واحده اخرى عندها طابع واحد اخر هل هناك حق حكم حجر يعني هذا مجرد كلام لانه ما عندناش اولا يقول لي ما هي الجهه اللي تقدر تروح هي تتاكد هل كاين حجر ولا لا هل كاين تروح للمحكمه تطلب مادام اسمها موجود تطلب يعني كيما هي كيما اي مواطن انتم ما تعرفوا الشيء هذا اكيد تروح للمحكمه لا تروح للمجلس تطلب اسمك يعطيك الحكم تجبده وتقراه وعندك اجراءات ديرها ومجانا حتى الطابع البريدي حتى الطابع ما كانش دير الاجراءات تعترض على الحكم هذا حتى اذا كانت الاساءه اللي حجروا لي حتى اذا عاود برا يعاود يرجع مره اخرى يطلب من القاضي انه يلغي هذا الحكم تاع الحجر روح يقول لهم يعطوك الحكم يعني راح بطوني ما حبوش يعطوهولي جا قال لي ايسي او هو اللي حاكم القضيه بطوني تاع النابه قال لي روحي لوزاره العدل يعطوك الحجر ونكمل أنا. علاه وزاره العدل وعلاه ماشي وثيقه من محكمه لا, لا يوجد على مستوى الاحكام الاحكام لا توجد على مستوى وزاره العدل كاين جهه هي تضللك وراك تائها نداءنا ها اسمعي النداء الى مسؤول العداله في قلمة هذا المرأة اذا كاين حكم الحجر ولا الحكم بس عارف واش دير وجهي نداءك انت جيتي من قلمة الحاجة واش تطلبي؟ نطلب في الحجر يتنحى عليا ونطلب في شهريتي تولي لي راه عندي ولادي مش خدامه ونطلب المراه دي تخطاني خلاه المراه هذه كيفاش؟ حاجة وربما اوهمتك باللي كاين حجر وهي ما كاش حجر. كاين حجر. متأكدة. متأكدة. سمعي قال لك الأستاذ لو كان كاين حجر، أنت ما تخرجي حتى دورو. صح شيخ. مادام أنت تدي وهي دي كاين فيها لازم إنا. لازم تفهموا أنه من 2012 ما داش. ما داش. من 2012 كانت ملي. خالتي فاطمة باش يفهموا، أنت يا كنتي تدي حتى 2012. من 2012 حتى اليوم زدتي جبتي دراهم. ما عيط لي وكيل الدولة، قال لي تقسموا. قلت له كيفاه نقسم؟ علاه تقسمي؟ اسمحي لي
تسمحي لي عيشة تسمحي لي، هذا الموضوع ناقص، هذا الحكايه اللي كيف انت ناقصه. علاش ناقصه؟ لا باش يوصل وكيل الجمهوريه يقول لك تقسمي، ولا انا هذا الكلام نقبله في حاله وحده، راني نهضروا نقبله في حاله وحده، نقبله في حاله وحده، وباش ما يفهموش الناس باللي ندافع على وكيل الجمهوريه. انا ماشي كاع واش نسمع، ليس كل ما يسمع يصدق. نعاودوا نفهموا بالعقل، فهمينا راجلك هذا شحال عنده من منحه، شحال عنده من شهريه؟ هي عنده هذه 5 ملايين وعنده هذو 17%. معناتها عنده مدخولين الشهريه اللي كان يخدم تاع المجاهدين. معقوله هي واش راهي تدي لك؟ هاي تدي في تاع الوكاله المجاهدين في تاع الفلاحه اللي حدا السنترال اللي تدي الاجره تاعو اللي كان يخدم. وانت تدي تاع المجاهدين؟ كنت ندي تاع المجاهدين ماشي طول. ولو عنده 10 لا يجوز لهذا المرأة ديرها الحج ديال دراهمها. ولو عنده 10 عنده ولاد ومش خدامه، اما عندهم 6 في وعلاش بالذات بنت لوستك هذه اللي دير هذه المشاكل؟ واش عندك مشكل ما بيناتها؟ بنتي راني مولات 66 سنه، هاي تخدم مافيا من صغرها. قولي لي عندك 5 من الاولاد وكاع مزوجين، ورا ما رجاله تاع الدار هذيا. زوز برك متزوجين وثلاثه مساكن. واش راهم يديروا هذا الرجال هذوما؟ لكن الشيخ تسمح لي عجيب. لا 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 تسمح لي الشيخ، انا ما مشيش في هذا الطرح، تقدر تكوني عندك حق تاع قانون. أن الكلام هذا ما نحبوش، لماذا؟ كيفاه تاتي حقي؟ لا لا لماذا؟ علاش ما نحبش الكلام؟ اقلبوا لي حقي وخلينا منها. الكلام هذا غير مقبول. والحجر درك انا نجيبه، كاين الحجر وتدي لي في شهريتي تسرق خدمة. بس توجهها تخطاني. أمر بسيط يعني، أمر بسيط بلا ما تروحي تجرحي في الناس ولا تجرحي في. ماشي جرحي، تاي ضرتني. ماشي ماشي جرحي. ضرتني. أنا ما رايش، أنا ما رايش نهضر في كلام من نفسي، ما تجرحيش في الناس. أنا نورس واش تورث الراجل مات خلى ولاده. يا ولدي واش تورث؟ حتى الدراري يوم راح يطلبوا يصبح عطيني يا ماما 10 او في الحبس بكين ما درتوش عليا. شوفي خالتي فاطمه واش يقول لك الاستاذ، واش ديري اجراءات قانونيه وتبعيها ربما. درك واش راح نقول لولدي؟ بالله انا رايحه رقتني المراه هذيا، ما قلت كيفاه نعمل لها شهريتي من 2012 حسبني على صواردي هاورو له في الحجر. درك نشارع وزاره العدل ونجيبه لكم تشوفوه بعينيكم. الحصة هذه هي اصلا باش تحل مشاكل الناس ان شاء الله. وهم يسمعوها صوتك اللي كان ما واحد ما يسمعو، الان احنا يسمعوك الملايين. يا خلي يسمعوا. ملا مسؤولي العداله في قالمه، هاي بسيطه. اول نقطه نبداو جيبوا لها هل كاين حكم حجر ولا ما كاش. اذا صبنا كاين حكم حجر هاي تعرف واش دي تروح ترفع حكم الحجر. شيخ اذا ما كاش حكم الحجر ما تحتاجش انه المسؤول يخرج لها حكم الحجر، تروح هي كل شيء وجاهي، ما كانش حاجه هي سريه. هي تقول انها راحت ما كانش حاجه سريه. تقول لي راح نرفع دعوه لوزاره العدل، تقول لي حكم الحجر عند وزاره العدل، انت تسمع بين الحكم تاعك راه في الوزاره؟ ابدا. كاين كاين عيط المحكمة يقولوا لك كاين. طبعا كل الوثائق موجوده. ظللوها هذه مرأة ضعيفه. انا ما نكذبش عليك، ما نعرفش نقرا. هي كاين الحجر في وزاره العدل. الحاجه انت يا خليني باش الناس تفهم، انت مات مجاهد. مات رحمه الله. راجلك رفد السلاح وحرر الجزائر. وزاره المجاهدين. تانيك مادا بينا تدخلتي امراه اميه ما تعرفيش، خلعوه. قالوا لك هذه المراه عندها نفوذ، هكذا يقولون عندها نفوذ. قاع الشعب في صباحها هكذا يخلوها تعتقد في النهايه بلي راكي امام غوله لا يمكن قهرها، وراكي مقهوره. راني حاسس بك، والله راني حاسس بك يا راني راكي حاسه. تاع المظلوم كيكون مقهور. مظلومه. واش تقولي لنا في الختام خالتي فاطمه؟ واش تقول لنا كلمه اخيره؟ كلمة الأخيرة حابة تطلبي هاي الكاميرا ووجهي طلبك ونداءك. راني نحب رزقي، وليداتي راهم يتامى من 2012 تعطيني حقي، وراه ورولو في عليد العدالة، والحجر راهو كاين وفي قال ما محبوش يمدوهولي، ونايب العام قال لي راه ما يمدوهولكش هنا في قالمة، ديري محامي ودرت محامي. باش حكموا عليك بالحجر عرضوك على طبيب عقلي. دارته بالتصوير. دارته ما رحتيش عند الطبيب كاع؟ انا ما رحت، ما رحت عند الطبيب. اني شوفي لاباس بيك ما شاء الله، ما خصك والو. نخبز 10 خبز نختم اليوم. تخبزي؟ ولكن تسمح لي شيخ، انت كيفاش عرفتي بلي دارته بالتصوير؟ كيفاه دير عليا حجر وما تعقبنيش على الطبيب؟ كيفاه تقول سنيته يا علاه مزوره؟ تقول سنيت لي، هاتي لي قدام من. استاذي انا نقول لك على اي خلعتني هذه القضيه، اذا ثبتت اقولها كيما وقع في ازفون جيب زوج شهود وديقة ياتي. لا ولكن ايضا الشيخ يولوا واحد في دار ولاباس به، واحد يدير له ملف. لا ولكن عجل. الشيخ اخرج برا، كل انسان يعطيك روايه يعني هي الان في راسها 100%،
بانه ما كان نعم. قضاء ما كان ولا شيء يعني. انت ما دام ما تامنش بهذا الشيء كيفاش تجي تطلبي حقك اصلا انت؟ حاله المسحوق في هذا البلد اذا ثبت ان هناك حجر وانت ما تجوزوش كاع عند طبيب معناتها كل مواطن ياتي يوما ما يصيب روحه محجور عليه نعم. وهو لا يعلم حسبنا الله ونعم الوكيل. ربي يفرج ان شاء الله. ضرتني ولاد قتلتهم قتلت يهضر وحده عدد 30 سنه يهضر وحده يقول مالنا والمراه تلحت علينا المراه يهضر وحده في الدار مهبول يسب قلها ما يمكنني ما نضربهاش. ما نقدروش ننكروا بلي مدام دليله راهي كاين بزاف في البلاد ما نقدروش ننكروا هذه المساله ولكن ويا امي لو كان اليوم جبتي معاك حكم الحجر تشوفي كيف احنا رايحين لكن ما جبتيش حكم الحجر أني خايف في النهاية ولكن ما كاش أصلاً الشيخ أنا متأكد من شيء أن هناك أشياء نجهلها حلقة مفرغة كان أشياء إحنا نجهلها وقعت في لأن القضاء مستحيل يمضي أمور كما هذه القضية هكذا وراك تقول بطريقة سهلة تقدر لا أنا أظن بأنه فيه أمور ما نعرفوهاش إحنا ربما إذا حضر الطرف الآخر ربما يشرح لكم ويتبان بأنه ربما كان بعض الحق على الأقل ولكن الحقيقة ما هيش حاضرة لا. كلها اليوم شكرا استاذ يعطيك صحة خالتي فاطمة شكرا ربي يفرج ان شاء الله ان شاء الله حطني يمك ودافعوا عليا وراني جيتكم من الضر الكبير اللي هنا حطتني مهبولة حطتني ما نعرفش نقرا انايا ربت بيت القراية ما نعرفش الله يدافعوا عليك في وجه هذاك المجاهد اللي خدمتيه راهو في وجه هذاك المجاهد اللي في قبره وراس قدوركم وراكم فوق راسه هو قبل ما يموت هدر لي عليها قال لي مشي مليحه ما تخليهاش تدور بالدراري في وجه هذاك المجاهد لازم يولي لك حقك ان شاء الله ان شاء الله الله يرحمه ويوسع عليه باع الدار مسكين مرض باع داره باع داره داوى بها هذه اف ان شريتها انا كنت نخيط بكري وعندي ذهبات بيتها شريتها بكري خلاص شريتها ب 55 مليون اف ان لما فيها وليداتي لليوم اللي يزوز يروح يكري واللي معايا هاني مستحضه بهم وهكا ولدي حسبنا الله ونعم الوكيل روح جاهد وخرج فرنسا ومن بعد تسقل وتموت وتخلي مرتك مسكينه كيما هذه ضايعه تجي طفله دير لها حجر وتردها مجنونه وتدي لها دراهمها حسبنا الله ونعم الوكيل ان شاء الله برك تكون القصه ماشي كيما رانا نسمعوا لان هذا كل جزائري معرض يجي واحد يدير لها حجر ويولي مجنون ويديله دراهم شكرا شيخ الدار حبت تديها لي يعطيك الصحه خالتي فاطمه شكرا حبت ولادي خوفتهم حسبنا الله قولي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي انا نبكي بات نصلي سينصفك يا رب العالمين ان شاء الله ان شاء الله مشاهدينا انتم متواصلين معكم بعد هذا الفاصل وركن ويبقى الامل مشاهدينا في ركن ويبقى الامل معنا حسام جنى مصطيف يناشد كل المحسنين يعاونوه ويساعدوا شقيقه سفيان لاجراء عمليه جراحيه في الخارج بعد تعرضه الى حادث مرور يعني دمر حياته وكان سبب في حرمانه من اكمال مراسيم الزواج. حسام مرحبا بك معنا في البرنامج. اولا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اقدم بالشكر الجزيل الى هذه القناه يعني حقيقه قبل ما نتكلم طرقت كثير من الابواب يعني كثير من الابواب موصده وعلى راسها وزاره الصحه يعني ما تكلموش وزاره الصحه وانما مديريه الصحه بصيف وزير التضامن كذلك يعني درنا نداءات قبل هذا يعني جريت في لاكسيدون اللي دار حادث مرور هذا داروا قريب عنده دوك 3 سنوات 8 أوت 2014 انت سفيان دار حادث مرور نروحوا نشوفوا هذا التقرير لاعداد وايمان جوادي رحنا لصيف داركم شفنا حاله سفيان بعدها نواصل المشاهدين. عريس مع وقف التنفيذ هو العنوان الجديد الذي عنون به سفيان حياته بعد تعرضه لحادث مرور مروع أسبوعا قبل زفافه. هذا الحادث جعل من سفيان شخصا لا يتحكم في توازنه وحتى أنه أصبح لا يتكلم بطريقة صحيحة. كما تشاهدون فبإمكانية بسيطة يحاول سفيان وعائلته تخطي هذه الأزمة الصعبة ليتمكن من استرجاع توازنه خاصة وأنه من عائلة جد بسيطة.
ندير له هذا الريديكاسيو هذا نقول له هذا درت له وحدي كي شتم كيفاش يدير في الصلاه تاع الصبور وهذاك انا درت له هذا الحوايج هذا درت له هذا البارات هذا يمشي بهم درت له هذا الوحده درت له فيها الرمل درت له السلم يوقف به هذا ما استطعت ندير له. سفيان ذو 30 سنة يناشد من خلال برنامج ما وراء الجدران المحسنين لمساعدته من أجل استرجاع ما ضاع منه، خاصة وأن زواجه علق وزوجته تركته وأهله لم يجدوا سبيلا لمساندته. يعني نطلبوا منهم وبالمحسنين وبالأخص الجوار تاعنا هنا صحاب العلم والأنما هذو نعرفوهم باللي بنوا مساجد وبالمغاير وبنوا ديور للفقراء وبنوا كذا ومن خلالكم أنتم يعني ناس نعرفوكم بهذا الميدان هذه نطلبوا مساعده هذه وماهيش يعني حاجه غريبه على الشعب الجزائري. عفرت حتى ولبت يعني تسمى ولبت من هذوك عامين وتسع شهور وانا معاه. وين ديت تسمى ما لقيتش حل يعني كيفاش ندير له. ديناه للخارج حبينا باش نعقبوه للخارج طلبوا لي مبلغ بزاف. طلبوا لي مليار و900. يسمى كيما يقول لك الواحد العين بصيره وليد قصيره ما نقدرش انا نتحمل هذا الشيء هذا كله. من ارض الوطاط والمعدنين من ارض الوطاط والمعدنين ان يقدموا لي هذا المساعده وشكرا. فمعا من اجل مسانده سفيان للعلاج بالخارج. مشاهدينا كما شفنا هاد الصور تاع شقيقك يعني راهو يعيش مأساة حقيقية. حادث مرور سبب له كل هاد الشيء. هو الحادث وين وقع له ما نقولوا في الأسبوع تاع العرس تاعو. كان بصدد تما باش يحضر مراسيم الزفاف. وقع له هذا الحادث يعني من هذيك اللحظة ومن هذاك اليوم الحياة تاعو كما نقول لك انتقلت إلى جحيم يعني. تحول العرس إلى مأثم. خلى هو دار لاكسيدون دارها في العلمة تما بين العلمة بعد زيناه من العلمة للسطيف لاريا شهرين وفي لاريا يعني هما شهرين هزيناه بعد إعادة تأهيل مستشفيات إعادة تأهيل يعني طالت المدة وشافوا الدكاترة حتى كاين على تما طبيب مهور باش هذا طبيب بفرنسا يعني كي لقى دار المستشفى تاعو وجا دار الملف تاعو مستشفى بفرنسا من بعد جا شاف الحالة تاعو يعني أول نصيحة نصحني بها قال لي خرج قال لي تعاود على خوك باش ينوض لازمك تخرجوا برا ليطرونجي عزيت الملف الطبي تاعي واحد بعثوا لالمانيا بعثوا لفرنسا فرنسا تسمى طبيب اللي داه بوحدو وبعث لبلجيكا هذا الاخر اللي بعثوا لبلجيكا تسمى اللي كان المبلغ الاخر قالوا ان شاء الله نسبه الشفاء تكون من هو اللي ميسكل تاعو الحركه رجليه كيتحركوا مازال عادي هو عنده شلل نصفي كان شلل نصفي بصح دوكا مع ريديكا مع التاهيل مازال تما رجعت يدو رجلو يدو اللي مازال شويه ثقيله فقدان توازن فقدان توازن كينوض كي واقف كي جاي يمشي يطيح وتعثم في الكلام ما يتكلمش ولذلك انا حاب نستغل الفرصه اننا نتكلموا كلام معتدل نعم راك تقول باللي بعد ما داولوا التاهيل يدو ورجلو عاودت ولات نعم انا حابك برك ما تنظرش الى الخارج كمعجزه هكا نعم. او كلامك انت قلت يعني الانصاف انا مانيش حاب نردوا كل حاجه في هذا البلد سوداء لازم نعترفوا بالخير تاع الرجاله والاطباء والممرضين ليوقفوا مع خوك بحيث يدوا ورجلوا عاودوا ولاو للحركه. نعم هذا انجاز ولا ماشي انجاز؟ الشيخ نعم هذه معك. هذا نوفقك انجاز. نوفقك في هذه. نشكرهم ولا ما نشكرهم؟ نشكرهم احنا مادام الله يرضى عليك. لان انا يوجعني قلبي لما تقول لي في الجزائر كاع رحت ليها وما صرتش فيها فائده. لا لا يا شيخ تما وصل كما يقول لك امكانيات محدوده هذا هو المقصود من الكلام. هذاك اليد اللي ولات وهذيك الرجل اللي ولات حاجه عظيمه نقولوا بارك الله فيهم. والله كثر خيرهم ونزيدوا نكملوا باش يبقى اخوك ان شاء الله. هذا هو المقصود هذا هو المقصود من كلامي إيه بارك الله فيك معليش هذه باش ما نبخسوش الناس اشياءهم كاين رجال يتخدم كاين طبيبات كاين ناس يتخدم في هذا البلد كاين ناس تخدم هذه شحال المبلغ المطالب به؟ بالعمله تاعنا حنايا زوج ملاير عندك فاتوره عندي هي زوج ملاير 1200 اورو هذا مستشفى في فرنسا هذا في بلجيكا في بلجيكا
ما شفتش ما حاولتش تشوف في العلمة مثلا جمعي. اول خطوه درتها انا كنت تبع في ما درتش جمعيات تجار ما شفناش يعني. انا نعرف بانه كثير من الحالات اللي اكثر الناس تدخلا يعني بالمعونه هم ناس تاع العلماء اخرهم القضيه اللي مرت امامنا تاع البنت عميلة نعم تاع بلديه تجنانت. اكثر الناس اللي عاونوا ايضا كانوا من مدينه العلماء. النداء نتاعنا للمحسنين والمحسنات، هذا رجل كان على ابواب الزواج وكان يحضر نفسه باش يدخل عريس، واذا بالبلوى قد وقعت. أنا حاب الناس كلها تفهم بلي هذه البلوى اللي وقعت له كان ممكن توقع لأي إنسان فينا، أيما إنسان معرض باش توقع له هذه البلوى. أهل الخير إن شاء الله ما دابينا يدخلوا ويليمونوا هذا المبلغ، وإذا قسم هذا المبلغ على المحسنين يولي مبلغ بسيط إن شاء الله. والزواج هل تم بعد الحادث؟ الزواج درنا بعد طلاق بالتراضي. طلاق بالتراضي. نداء طلبك. طلب تاعي انا يعني النداء يعني كما نقولوا سفيان هذا مش خويا باك يعني باه. عطيني الصور. هاهي الصور. هذه قبل الحادث وبعد الحادث. نعم. كان النداء تاعي يعني سفيان دوك مش عمره دوك 30 سنه، كي دار الحادث كان عمره 27 سنه، يعني مش انسان دوك كبير اللي نفقدوا منه الياس. ومش خويا برك يعني دوك نخليه انا 30 سنه هو مقعد يعني على الكرسي في حاله كيما هكذا. يعني نوجه نداء الى ذوي القلوب الرحيمه يعني يزرعوا الامل والله الحياه في سفيان من جديد، لانه دوك حقيقه راهو جثه هامده فوق الارض يعني ان شاء الله. ما هو حي ما هو ميز. ابشر خيرا ان شاء الله. اهل الخير ما زال، والله القلوب الطيبه لا زالت موجوده والحمد لله. ونحن في عشيه يعني في هذا عيد عواشير كما يقولوا على ابواب شهر رمضان المبارك، ندائي لاهل الخير ان يشاركوا في علاج هذا العسكري اللي كان يعني مسخر حياته لخدمه هذا الوطن، وما يخلوش يطيح ان شاء الله، لان العلاج ممكن والمستشفى يستنى والزمن ماهوش في صالحنا، كل ما يتاخر الزمن بلا علاج الا وتزيد تتعقد الحاله نتاعو يعني. يعني طبعا نشوفوا كثير من الحالات والإخوة يدخلوا في نزاعات، ولكن أيضا شوفي شيء جميل جدا أنه الأخ يسخر وقته وجهده يتألم لأجل الأخ تاعه، هذا هو الأصل تاع الجزائريين. كي هضرت على العمل وسخر وقتي تمانا من باب الصدفة، أنا خدام نعمل إمام يعني إمام خطيب في مسجد ما شاء الله. الله يبارك فيك يعني ما عرفتناش بنفسك. الله يبارك فيك يعني بداية العمل تاعي كي بديت نخدم، أنا عندي 3 سنوات مثلا من العمل، كي بديت نخدم يعني من باب الصدفه يعني طحت مع الجماعه اللي راني خدام عندهم اللي في الاخر، يعني متفاهمين الوضع يعني المسجد نهضروها مباشره، المسجد راني نفرط فيه كل يعني كما يقول لك الشغل الشاغل تاعي، انا راني معطفل طالع هابط الدير المستشفيات شايفهم باش كما يقول لك الناس المستشفيات برا، هذه خدمتي في 3 سنوات الامام يعني عندي شي فرق. سخرت حياتك لخدمه اخيك يعني. يعني 3 سنوات يعني تسمى اكثر مني، تسمى هو ما تزوج انا ما زلت نقدر نتزوج مازال في خدمة شقيقك. إن شاء الله ربي يشافيه. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. كلمة أخيرة تضيفوها. والله ماذا بنا إذا أيما محسن قادر يعاون في الداخل أو في الخارج، ماذا بنا يساعد هذا الشاب إن شاء الله ليعود يعني للحياة الطبيعية إن شاء الله شيخ، ويكرمه رب العالمين بالأجر إن شاء الله. إن شاء الله شيخ. نشكركم مشاهدينا، بهذا نكون وصلنا إلى ختام أعداد اليوم. أرقامنا ظهر أسفل الشاشة لكل واحد يحب يعاون سفيان يتصل بنا، وإحنا أكيد إن شاء الله ما نبخلوش عليكم. نتلاقاو إن شاء الله الأسبوع المقبل. نشكر كذلك إيمان جوادي كل عاملين معايا سهرة اليوم. إذا دمتم في أمان الله وحفظه.